السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وسلامة. ان شاء الله النهاردة عندنا فعالية جديدة بباريستان، وهي محاضرة جديدة تعريفية بورد البيشنت اكسبيرينس. طبعا بورد البيشنت اكسبيرينس هو بورد مهم جدا في الهيلث كير، وان شاء الله هيكون ليه مستقبل الفترة الجاية. طبعا احنا بباريستان بنقدم محاضرات كتيرة جدا وبرامج مجانية مختلفة في كل من سلامة المرضى والبلانتري اكريديتيشن وكل انواع اكريديتيشن، وكذلك الاستراتيجيك بلاننج، تي او تي، الاداره وغيرها، سواء كانت على الجانب المجاني او الجانب المدفوع لكل زملائنا. طبعا تقدروا تحصلوا ان شاء الله من اليوم على اي حاجه مجانيه، كورس ان شاء الله مدفوع، تقدروا تحصلوا على تفاصيله ان شاء الله من التواصل على رقم الواتساب اللي بينزل على الشات. طبعا النهارده بنرحب بدكتور كريم نور، هو ما شاء الله متميز جدا في موضوع البيشنت اكسبيرينس وفي التحضير للبورد ان شاء الله. والنهارده باذن الله هنستفيد من علمه وخبرته في نقطه ازاي نحضر الامتحان، وايه هي كل ما يخص الجهه المنحه، ولو حد من الزملاء ان شاء الله عنده اسئله. وطبعا هو هيعرض اكتر الاوبجكتيف بتاعت المحاضره النهارده، وكل ان شاء الله اللي هنستفيد بيه باذن الله النهارده منه. نرحب بحضرتك دكتور كريم، وان شاء الله اسيب لحضرتك ان شاء الله بقى المايك. ان شاء الله المحاضره ان شاء الله ممتعه. شكرا جزيلا. تمام، مساء الخير. ازاي حضراتكم؟ مبسوطين ان حضراتكم معانا النهارده في المحاضره التعريفيه لل patient certified patient experience professional exam، وازاي نتجهز ليه، وايه كل الاسبكتس المختلفه ليها علاقه بالامتحان. اول حاجه عايز اعرف حضراتكم بيا. انا اسمي كريم نور، أنا أصلا دكتور سنان، بس دكتور سنان يعني على المعاش شوية، ما اشتغلتش دكتور سنان خالص. وحضرت بوست جراد دبلومة في الهيلث كير مانجمنت وام بي اي، وآخر حاجة خالص ريسنتلي يمكن من سنتين كانت السيرتيفايد بيشنت اكسبيرينس بروفيشنال، اللي هو حضراتكم إن شاء الله انترستد فيها، واللي ده اللي هنتكلم عليه في المحاضرة دي النهاردة. أول حاجة، إحنا طبعا الهيئة اللي بتعمل الامتحان والهيئة اللي بتدي السيرتيفيكيشن دي اسمها Patient Experience Institute. دي هيئة موجودة في أمريكا زيها زي الهيئات المختلفة، هيئة ليها علاقة بالكواليتي، هيئة ليها علاقة بالهيلث كير مانجمنت. دي هيئة متخصصة في البيشنت اكسبيرينس، اسمها Patient Experience Institute. البيشنت اكسبيرينس انستيتيوت بتعرف السي بي اكس بي او السيرتيفايد بيشنت اكسبيرينس بروفيشنال ان هو a person who influences systems, processes and behaviors that cultivate positive experience across the continuum of care. يعني ايه؟ هو شخص بيأثر على السيستم، بيأثر على البروسيس، بيأثر على السلوك، اللي بي بي بيخلق تجربة إيجابية على مدار الرعاية الطبية للعيان. فهو الشخص اللي بيأثر على كل الحاجات اللي حواليه كسيستم، كبروسيس، كسلوك، اللي في الآخر بينتج تجارب إيجابية للعيان على مدار الرعاية الطبية اللي بياخدها. وهم برضو بيوضحوا هنا الـ CPXP Certification دي ايه بالظبط. Certification هي International Certification، موجهة لمين؟ موجهة للأشخاص اللي عايزين يأيدوا ويقودوا الـ Excellence في الـ Healthcare Experience، وهي بتوضح وبتأكد على الـ Skills، المهارات والمعرفة والالتزام في مجال الـ patient experience أو تجربة المريض، وفي تحويل التجربة الإنسانية بصفة عامة في الـ healthcare إلى تجربة ممتازة أو تجربة جيدة للعيان. طبعا هو الامتحان بتاعنا بيبقى 150 سؤال، هو مدة الامتحان 3 ساعات، 150 سؤال، وبيبقى منهم بس في 15 سؤال دول ما بيبقوش
سكورد، يعني ما بيتحسبوش، يبقوا بس يعني تبقى أسئلة تجريبية كده بيحطوها عشان ممكن يستخدموها بعد كده في امتحانات لاحقة يعني. لكن هو في الآخر من 150 سؤال ده بيتحسب 135 سؤال، ف 135 سؤال بس حضرتك بتحل. طبعا احنا ما بتبقاش عارف انهي أسئلة اللي هتبقى سكورد وانهي أسئلة مش سكورد، فحضراتكم في الآخر بتحلوا 150 سؤال في تقريبا 180 دقيقة. يعني on average كده تقريبا كل سؤال محتاج ممكن up to دقيقة او شوية، يعني لو قسمتوا ال 180 دقيقة على ال 150 هيطلع دقيقة او شوية. بس هو فعليا يعني ممكن سؤال ياخد منك 10 ثواني 20 ثانية، وممكن سؤال ياخد منك دقيقتين تقعد تفكر فيه. بس بصفة عامة برضو خلينا نتكلم على البيشنت اكسبيرينس، هي من الحاجات اللي غير امتحانات كتير الناس بتاخدها وبوردز وحاجات تانية، هي ممتعة يعني. الماتيريال بتاعتها حلوة، بتحس ان انت في الاخر استفدت حاجة جديدة فعلا، ومش مكلكعة يعني، حاجة جديدة مفيدة ومش حاجة سخيفة، بالعكس اكسبيرينس. يعني انا لما دخلت الامتحان بالنسبة لي دي كانت اكسبيرينس حلوة، وقبليها برضو وانا بحضر الامتحان المعلومات اللي انت بتكتسبها معلومات لطيفة ومفيدة، وفي البراكتس يعني يعني حاجة هتلاقيها في الواقع تقدر تطبقها بسهولة يعني. الامتحان ده بيبقى زي امتحانات كتير دلوقتي، انت بتمتحنها اونلاين، بتمتحنها اونلاين من خلال تيست سايتس او سنترز، او وده الحل الاسهل طبعا، ان دلوقتي بقى في اللي هو حضرتك تمتحن وانت في البيت في اوضتك، تقفل عليك اوضتك والكمبيوتر بتاعك، وبيبقى في حاجه اسمها اونلاين بروكتر، هو حد بيبقى هما البي اكس واي او البيشنت اكسبيرينس انستيتيوت، دول متعاقدين مع ويب سايت او شركه بتقدر تراقب على الامتحانات. فهو حضرتك وانت بتمتحن قبل ما تبتدي الامتحان في شخص اونلاين فيرتشوال، يعني بيبقى بيتيك اوفر الكمبيوتر بتاعك، بيتحكم في الكمبيوتر بتاعك وبيراقب عليك في الامتحان، ومن خلال الكاميرا ومن خلال كل حاجة. فهو بيبقى عارف انت الكمبيوتر بتاعك انت مشغل فيه ايه، انت قاعد فين، حتى قبل الامتحان ممكن يطلب منك ان انت توريله الأوضة اللي انت فيها بالكاميرا بتاعت الكمبيوتر. فاكسبيرينس لطيفة جدا ان انت في الاخر بتمتحن وانت في البيت، مش محتاج تروح مكان، مش محتاج اي حاجة، طول ما انت مجهز حاجاتك وقاعد في الاخر بيبقى في واحد بيراقب عليك وانت قاعد في البيت. فدي طبعا الموست كومن والاسهل دلوقتي الحقيقة، مش محتاجة نروح اي حتة تانية يعني. السي بي اكس بي تيست بيبقى هو في السنة ليه 2 ويندوز بس، ليه بس امتحانين في السنة كلها، في ابريل اللي هو من 1 ابريل ل 30 ابريل، وفي اكتوبر دور اكتوبر ده من 1 اكتوبر ل 31 اكتوبر. في البروسيس بتاع تقديم الامتحان ده حضراتكم بتبقوا تقدروا تختاروا في الرينج ده، يعني لو حضراتكم هتدخلوا ويندو بتاعت اكتوبر حضرتك وانت بتسجل بتختار في الاخر انا عايز يوم 15. طبعا بيبقى فيه ليميتد طبعا، يعني في سبوت سلوتس ليميتد، ف يعني ممكن حضرتك تبقى عايز يوم ما تبقاش افيلبل فتختار يوم تاني. فحتى بيقولوا بعد كده اول ما يبتدي يجي لك الابروفل وكده تبتدي تحجز بدري بدري، عشان كل ما بتحجز بدري بدري كل ما بتقدر تختار تاريخ كويس ليك. بس على العموم حتة إنك تحجز الامتحان دي ما بيبقاش فيها مشكلة خالص، إن ممكن واحد يبقى عايز يمتحن آخر الفترة خالص فيسجل يوم 30 أكتوبر، وفي واحد عايز يمتحن على طول هيسجل أول أكتوبر. ده حتة الويندو. طبعا كل ويندو من دي ليها ديدلاين للتقديم، فالويندو بتاعت أبريل دي الديدلاين بتاعها زي ما مكتوب كده في فبراير 21 فبراير، ده الديدلاين بتاع التقديم بتاعها. فتقريبا يعني بيبقى قبل الويندو ما تتفتح بشهر وشوية. نفس الحاجة في دور أكتوبر برضو، آخر حاجة الديدلاين بتاع الابليكيشن بيبقى
21 أغسطس، يعني قبل ما الويندو تفتح بشهر وعشرة أيام تقريبا. فحضرتك بتبقى قررته إن أنت خلاص هتاخد الامتحان وكده، بتحاول تقدم بقى قبل التاريخ بتاع الويندو اللي حضرتك عايز تمتحن فيه. مين الإليجيبل إن هو يمتحن الامتحان ده؟ هم عاملين requirements معينة للشخص اللي ممكن ياخد هذا الامتحان. هو المين requirement يعني إن الواحد يكون عنده experience 3 سنين، 3 years of professional experience in patient experience related role، أو أي experience في المعاملة مع العيان. فأعتقد يعني معظم الناس اللي هيبقوا interested في الامتحان ده أكيد ليهم علاقة بالعيان بصورة أو بأخرى. فهوبفولي يعني ال requirement دي تبقى موجودة عند حضراتكم، ال3 سنين خبرة حد بيتعامل مع عيانين أو شغال في patient experience role. أو لو إحنا في الآخر بقى ما عندناش ال experience دي، ممكن 30 continuing education، دي بتبقى ليها حسبات 30 ساعة. دي بيبقى فيها من خلال الموقع بتاع ال Patient Experience Institute في حاجات زي كأنها approved، يعني بتدي ساعات دي، بتحضر محاضرات، بتاخد كورسز ويبينارز، في لستة كبيرة قوي بالحاجات اللي انت ممكن تعملها عشان تجمع ال30 ساعة continuing education اللي في الآخر تحولك ان انت تدخل الامتحان. بس يعني ده لو ما عندكش خبرة خالص في موضوع ال patient experience او موضوع التعامل مع العيان. غير كده لازم حتة ال30 ساعة دي. الامتحان تكلفته ايه؟ الامتحان بيبقى ب 475 دولار للناس اللي معانا اللي عايشين في مصر، ده راوند يعني حاجة وعشرين ألف جنيه. لا قدر الله لو الواحد فيل في الامتحان، وإن شاء الله لأ، يعني في ري اكزامينيشن فيز، دي بتبقى في خلال سنة من الامتحان اللي انت امتحنته، ممكن في خلال سنة تاخد ري اكزام يعني تدخل الامتحان تاني، وده الفيس بتاعتها 25 دولار. بس ان شاء الله هو نسبة النجاح تقريبا بتبقى اعتقد في كل سنة بتفرق يعني، بس on average كده بتبقى يعني حاجة و70%. فده 70% من الناس اللي بتدخل الامتحان ده بتباس، هو امتحان باس وفيل بس، ما فيهوش يعني. على الويب سايت مش جايبين سيرة انت النجاح بتاعك من قد ايه، بس انا شفت من خلال سورس تاني ان يعني تقريبا النجاح بيبقى من حاجة و60% او 62%. ف 62% من ال 135 سؤال اللي حضرتك هتجاوبهم يعني. وده مش حاجة وحشة يعني، في الآخر انت عايز تنجح في الامتحان بنسبة حاجة و60%، دي حاجة كويسة. وأعتقد يعني إن شاء الله كل حضراتكم تقدروا تباس الامتحان يعني إن شاء الله. بعد بيبقى النتيجة زي ما قلت لحضراتكم باس وفيل، بتبقى في خلال شهر أو 4 أسابيع من آخر حاجة في الفلوس بتاع الويندو. يعني لو الويندو بتاعت أكتوبر دي بتخلص آخر شهر أكتوبر، زود شهر كمان وذين الفترة دي اللي حضرتك بتقدر بيبعتوا لك النتيجة إن شاء الله. طبعا الامتحان هو فعلى الويب سايت اوفيشالي كده، هو بيقول لك دي ريكومندد ليست، يعني مش حاجه ما بيضمنلكش 100% ان انت السورسز دي لو خدتها لو ذاكرتها وقريتها ان انت لازم تباس الامتحان. بس هو دي ريكومندد، هو بيريكومند السورسز دي، هي عباره عن كتب وشابترز واونلاين
سورسز كده موجوده في مواقع مختلفه تابعه برضو للبيشنت اكسبيرينس. دول المفروض الريفرنس ليست اللي على اساسهم الواحد يبقى بريبيرد انه يدخل الامتحان. طبعا عشان نسهل على حضراتكم، انتوا مش لازم طبعا تذاكروا كل الـ الليست دي موجوده. احنا بنبقى من خلال الكورس بقى اللي حضراتكم هتاخدوه، المفروض احنا نبقى واخدين قارين كل الحاجات دي، واخدين البوينتس المهمه، وعاملين لحضراتكم المحاضرات اللي حضراتكم هتحضروها. وهيبقى باذن الله يعني لما معظم الحاجات المهمه اللي تدخل بيها الامتحان. وبقيت بقى الامتحان بيبقى فيه حاجات بقى يعني محتاجه سنس اكتر، حاجات فهم اكتر، ودي ان شاء الله يعني اللي فاهم كده يقدر يحلها ان شاء الله ويباس الامتحان. فدي السورسز اللي ما اعتقدش حضراتكم ممكن يعني لو خدت الكورس ممكن ما تحتاجش خالص تقرب لها، الا لو انت انترستد اصلا انك تقرا في البيشنت اكسبيرينس يعني. ودي طبعا السورسز دي كلها موجوده برضو على الويب سايت بتاعهم يعني. ال Patient Experience Institute عامل هاند بوك، ده طبعا بريكومند ان حضراتكم تقروه. اللي خلاص هيقرر ان يدخل الامتحان وهيقدم، انا بريكومند ان حضراتكم تقروا ده، موجود برضو فري عادي على الويب سايت دلوقتي. هو عبارة عن فايل كده في كل ما له علاقة بالامتحان، حاجات احنا قلناها، وممكن في ديتيلز اكتر بقى شوية ليها علاقة بالتقديم، بيتقدم ازاي، الكونسليشن، النجاح، الري اكزامينشن، حتة البروكتر اللي بيراقب عليك، حتة الاكزامينشن الامتحان والشركة اللي بتراقب عليك والرولز بتاعتها والسكور، حاجات احنا اتكلمنا فيها. وفي حاجات تانية بقى ديتيلز قوي ان شاء الله تقروها كده قبل ما تقوموا كده وتمشوا معاها خطوة. اما الحقيقة كل حاجة في التعليم. نرجع تاني لل اه فاحنا كنا بنتكلم، أعيد الحتة دي تاني، كنا بنتكلم على الـ reference list الـ PXI أو الـ Patient Experience Institute عاملين حاجة اسمها recommended reference list. يعني هو دي مجموعة من الكتب والمراجع والحاجات الموجودة أونلاين اللي هما بيريكومند إن الواحد يقرأ الحاجات دي قبل ما يمتحن. هو بيقول لك إن ده مش واللي ده مش معناه ان الماتيريال اللي هتيجي في الامتحان، بس دي ريكومندد ليست يقول لك تقراها. طبعا هي عباره عن كتب زي ما حضراتكم، دي لسته كتب ودي لسته ريسورسز تانيه، بس المفروض ان حضراتكم ان شاء الله هتاخدوا معانا الكورس، فده هيسهل لحضراتكم ان انتم ما تضطروش تذاكروا الكتب دي. الكورس بقى المفروض ان احنا بنحاول نبسط الدنيا خالص على قد ما نقدر، ونحط الحاجات المهمة ونوفر عليكم ان انتوا تقروا كل الحاجات دي. طبعا لو في حد انترستد انه يقرا الحاجات دي يعني للمعرفة، وانه يقرا اكتر عن البيشنت اكسبيرينس، طبعا هم حاطين اللي موجودة دلوقتي في البرزنتيشن، وهي موجودة كمان على الويب سايت بتاعهم. فلو حد انترستد ممكن يختار الكتب من الكتب دي ويقراها، ما فيش مشكلة. بس عشان الامتحان احنا ان شاء الله هنبقى اكتر معتمدين على الكورس اللي هيبقى فيه الحاجات المهمة ان شاء الله. بخصوص الريفرنس ليست، حضراتكم سامعيني كده؟ انا بحاول والله يعني، انا لغيت السماعه خالص، انا مش عارف ده من ايه بالظبط يعني، هو مفيش حاجه اتغيرت، بس انا لغيت السماعه خالص دلوقتي اعتقد.
المفروض الصوت يبقى واضح. تمام زي الفل. خلاص احنا حته الريفرنس ليست قلنا عليها، دي اللي هو بيريكومند البي اكس اي، بيريكومند ان احنا نقرا الحاجات دي، بس حضراتكم هتاخدوا الكورس فمش محتاجه قوي ان احنا نقرا، الا لو احنا انترستد ان احنا نقرا في البيشنت اكسبيرينس كتب يعني، عايزين نستفيد اكتر. الليست موجوده في على البرزنتيشن وعلى الويب سايت بتاعها. ودي بقى حاجه اسمها سي بي اكس بي هاند بوك، ده بي دي اف فايل كده، ال بي اكس اي ناشرينه على الويب سايت بتاعهم. ده فيه كل الديتيلز اللي لو حضرتك ان شاء الله او حضرتك قررتوا ان انتوا تاخدوا الامتحان، تدخلوا الامتحان ده، اي ريكومند يعني ان حضراتكم تقروا البي دي اف ده. ده فيه تفاصيل زي اللي احنا قلناها كده من شوية، بس فيه تفاصيل أكتر بقى ليها علاقة بالامتحان، التقديم نفسه، الواحد يدخل الامتحان مرة تانية، النجاح، السقوط، البروسيس بتاعت الأونلاين، الامتحان الأونلاين. فده إن شاء الله لو حضراتكم قررتوا، أنا بوريه لكم أهو، ده موجود على اللينك اللي انا حاطه، وموجود برضو على الويب سايت فور فري يعني، والرولز بتاعت الامتحان وايه الحاجات الممنوعة اثناء الامتحان وايه الحاجات اللي ما فيهاش مشكلة. فهتلاقوا ده ان شاء الله لما حضراتكم قرروا ان انتوا تدخلوا الامتحان ده، اي ريكومند ان انتوا تعدوا عليه كده تبصوا بصة سريعة، عشان وانتوا بتعملوا الابليكيشن وكده الدنيا تبقى واضحة اكتر. نرجع تاني للبرزنتيشن. فكده خلاص اتكلمنا على الهاند بوك. الامتحان بقى، السي بي اكس بي اكزام، المعهد او البي اكس اي بيقول ان هما بيغطوا 4 دومينز، 4 مين توبكس كبيره، دول اللي بيغطوهم في الامتحان. هما كاتبين في الهاند بوك كده تفاصيل بسيطه تحت كل واحده فيهم، مفيش حاجه يعني واضحه قوي بالظبط ايه التوبكس المهمة، بس هم عاملينها بطريقة جنرال شوية، في تفاصيل أكتر شوية في الهاند بوك بس يعني مش مفيدة أوي يعني. الدومينز دي هي أول حاجة partnership and advocacy، تاني حاجة measurement and analysis، تالت حاجة design and innovation، رابع حاجة organizational culture and leadership. دول إيه يعني مكلكعين قوي الأسامي طبعا، بس يعني الموضوع مش معقد كده. أول حاجة الـ Partnership Advocacy ده related طبعا، بيبقى فيه الـ Introduction للـ Patient Experience، وليه علاقة بقى بالعيان والـ Patient Centered Care والـ Family والحقوق العيان والـ Communication مع العيان، وإيه الـ Best Practices اللي نعملها عشان نحسن الكوميونيكيشن مع العيان ونخليه ساتسفايد، والشكاوي، كل ده بيبقى موجود في اول دومين، وده يعتبر ايه من اكبر الدومينز اللي موجوده، واعتقد عليه اكبر نسبه في الامتحان يعني، حاجه تقرب كده من 30% من الامتحان يعني. تاني حاجه measurement and analysis، ده بقى يعني ما تتخضوش، هو ليه علاقه بالستاتستكس الاحصاء معظمه يعني، فهيبقى فيه شوية أرقام كده وشوية، بس برضو هو في الـ CPXP exam هو مش عايزك يعني تبقى خبير إحصاء والستاتستكس وكده خالص، هو أنت بتاخد في topics معينة كده مهمة، هي دي اللي حضرتك مطالب بيها، مش هيجيلك يعني أسئلة هلامية قوي ولا مسائل معقدة ولا حاجة كده خالص. موضوع ان شاء الله بسيط، بس هو الميجرمنت اناليسيس ده ريليتد اكتر بال data يعني، الداتا بصفه عامه وانواع الداتا وتفاصيل بقى statistical كتير يعني، بس ان شاء الله يعني مش صعبه خالص ومش in depth قوي. ده تاني حاجه. تالت حاجه ده ليه علاقه بقى بالديزاين والانوفيشن، ليه علاقه بالبروسيس نفسها في المكان اللي انت شغال فيه، اللي في حاجه اسمها حاجات ليها علاقه بالديزاين بتاع البروسيس، ازاي تدخل العيان معاك في القصه دي، حاجات ليها علاقه بالكواليتي، كل ده في التالت دومين اللي هو ديزاين اند انوفيشن.
رابع واحد بقى بيتكلم على الاورجانيزيشن، بيتكلم على المؤسسة اللي انت شغال فيها، الليدرشيب بتاعتها، الفيجن والميشن، الكالتشر، حتة الموظفين، حتة الامباورمنت بتاع الموظفين، حتة ان انت الامبلوي ده جزء مهم، ان انت لازم يبقى هو سبورتد وامباورد عشان يقدر ينفذ البيشنت اكسبيرينس، عشان يدي للعيان البيشنت اكسبيرينس اللي انت عايزها. فده بيتكلم اكتر على الاورجانيزيشن. هما دول الاربعه توبكس الكبار اللي المفروض الامتحان بيكفر اليوم. دول ان شاء الله احنا هنكفرهم في يعني اراوند 6 محاضرات. يعني هنقول لحضراتكم قبل برضو قبل الكورس بالظبط هتبقى كام محاضرة، بس هما هيبقوا بحدود 6 محاضرات، هيقدر نقدر نكفر الحاجات المهمة في الدومينز دي كلها، وتبقى حضرتك ريدي ان انت ان شاء الله تدخل الامتحان. انا بقى ده احنا خلصنا كده الجزء الاولاني اللي ليه علاقة بالامتحان وكل التفاصيل الاسبيكتس المختلفة اللي ليها علاقة بالامتحان. دلوقتي انا هديلكم سامبلز كده من الماتيريال اللي احنا هناخدها، يعني ايه الحاجة اللي احنا هندرسها. هديلكم كده من كل دومين عينة كده صغيرة، مش حاجة كبيرة، مش النهاردة مش هنشرح يعني، بس حاجة كده برضو حضرتك تبقى متخيل المادة التعليمية اللي حضرتك هتاخدها. فأنا عامل كده سامبل لكل دومين، هوريهم لحضراتكم إن شاء الله. الدومين الأولاني اللي إحنا كنا قلنا عليه إن هو هيتكلم على الإنترودكشن، وهيتكلم على البيشنت في السنتر أوف الكير اللي إحنا نقدمه. أول حاجة في الحتة دي definition بتاع أصلا كلمة patient experience. patient experience ده ليه definitions كتيرة، بير ال institute ده من ال institutes اللي هي sister يعني لل PXY أو patient experience institute. ده ال definition بتاعه ده ال most accurate وأكتر حاجة مشهورة يعني. هو بيقول لك إيه ال definition بتاعه؟ the sum of all interactions shaped by an organization's culture that influence patient perceptions across the continuum of care. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مجموعة التعاملات اللي بتكونها الكالتشر بتاع المكان اللي انت شغال فيه، اللي بتأثر على الإدراكات بتاعت العيان على مدار الكير بتاعه. يعني طول ما هو بياخد الكير، ايه الحاجات اللي بتأثر على الإدراكات بتاعته، ايه الحاجات اللي هو بيدركها، perceptions. ده معنى perceptions، فهو the sum of all interactions shaped by an organization culture and influence patient perceptions across continuum of care. طبعا ما فيش definitions كتيرة ان شاء الله، يعني مش هيبقى في حاجات فيها رغي كتير، بس ده definition مهم ويعني لازم نبقى عارفينه وفاهمينه، عشان يعني ده اكيد من الحاجات اللي بتيجي في الامتحان يعني. ولازم برضو ان جنرال يعني ما دام احنا بندرس patient experience نبقى عارفين حتى يعني ايه patient experience. تاني بوينت هنتكلم على البرسبكتيف. طبعا هنقول لي يعني ايه اللي جاب البرسبكتيف لحته البيشنت اكسبيرينس، وايه العلاقه، ليه حاطينها كده في سلايد لوحدها وكلمه لوحدها. برسبكتيف كده بالعربي معناه منظور. يعني ايه منظور برضو؟ اللي ايه بيشنت اكسبيرينس ومنظور؟ دي من الحاجات اللي المفروض اي حد بيتعامل مع عيان يبقى دي الستيب الاولانيه كده ان احنا نبقى فاهمينها، عشان بعد كده نقدر نبني عليها الحاجات التانية. يعني ايه برضو؟ يعني ان انا ابقى فاهم ان كل البشر احنا ممكن كلنا بنبص على حاجة واحدة، بس كل واحد شايفها بطريقة معينة، شايفها من اتجاه معين، حاطين فازة كده وكل الناس بتبص من اتجاهات مختلفة على الفازة دي. كل واحد شايف حاجة، مع ان احنا المفروض كلنا بنبص على نفس الحاجة دي، فاحنا نتخيل ان احنا شايفين نفس الحاجه. لا، بس الواقع في الحياه كلها ان احنا حتى لو كل الناس بص على نفس الحاجه، كل بني ادم ليه البرسبكتيف الخاص بتاعه. تمام؟ فدي طب ايه ده ربط ده بالبيشنت اكسبيرينس؟
ده مهم قوي الشخص الهيلث كير بروفايدر، الشخص اللي بيقدم الخدمه الطبيه ايا كان، دكتور، ممرض، موظف في مستشفى، موظف في سنتر، اي حاجه، اي حد ليه علاقه بأورجانيزيشن بتقدم خدمه طبيه او كل ما هو علاقه بالهيلث كير، انه يبقى فاهم ان برغم ان هو يبقى شايف حاجه معينه، اكسبيرينس معينه. يعني دايما الحاجه المشهوره ان دايما لما عيان مثلا يدخل مستشفى ويخرج منها، المفروض انه بالكلام الدكاتره وكلام التمريض وكلام المستشفى اللي هو فيها، هو الحمد لله كان عيان والمرض اللي عنده ده باذن الله خف منه. فده طبعا كده بالورقه والقلم انت بتتكلم ان ده كده الاوتكم اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا كنا بندور عليه، ان العيان يدخل ويخف. بس برغم ان ممكن عيان يدخل ويخف واحنا كهيلث كير بروفايدرز متخيلين ان هو خد كده احسن حاجه، هو ممكن ما يبقاش مبسوط. ليه بقى؟ عشان هو شايف الحاجه من منظور مختلف. ثانيه واحده، هو شايف في الحاجه منظور مختلف. حضرتك شايف كدكتور ان هو خد العلاج او عمل العمليه وخف، هو بقى شايف من اول ما دخل المستشفى حاجات مختلفه. هو شايف من اول ما دخل المستشفى الموظف اللي قبله كان مكشر، الدكتور كان طلبه تاني بعد العمليه يكلمه، الدكتور اتاخر عليه او ما جاش، النيرس رن عليها الجرس خدت شوية كتير عقبال ما جت. فهو مش باصص بس للأوتكم اللي هو الناتج النهائي بتاع الخدمة اللي اتقدمت له، هو باصص لحاجات مختلفة، حاجات ممكن ايه ده، يعني الناس تبقى متخيلة انه ايه التفاهة دي، يعني ايه، يعني انت دخلت وعملت عملية وخفيت وجاي تبص على ان الاكل كان وحش، وجاي تبص ان معرفش الموظف كان مكشر. حق العيان، ان مش بس دلوقتي خلاص بقالنا سنين في القصه دي، ان العيان مش بياخد بس outcome، يعني مش بياخد ناتج طبي بس، هو بياخد patient experience كامله، وعايز الاكسبيرينس كلها تبقى كويسه من اول ما اتصل حتى يحجز عياده عند الدكتور، لغاية ما الدكتور حجزه، لغاية ما عمل العملية، لغاية ما خرج من المستشفى، ويمكن كمان بعديها لو حد بيعمل فولو اب كمان بعد ما خرج من المستشفى. هي دي فكرة البرسبكتيف، اللي هو يا جماعة انتوا كهيلث كير بروفايدرز، مش معنى اللي انتوا شايفينه ده انه صح ان هو ده الصح. العيان شايف الحاجة بطريقة مختلفة تماما ومن منظور تاني تماما، ومش كل حاجة انت شايفها صح فهي صح. انت متخيل ان انت دخلت قلت العيان كذا كذا كذا، انت هتعمل عملية كذا كذا كذا، يبقى ده الصح؟ لا، انت المفروض العيان ده يبقى engaged معاك، يبقى صاحب قرار. يقول لك يعني ايه صاحب قرار؟ هو يعني هيفهم اكتر مني، انا الدكتور انا اللي فاهم. لا، مش معنى ان حضرتك الدكتور فحضرتك اللي فاهم في الحاجة، حتى لو العيان ده مش متخصص طبيا، هو من حقه، بالعكس من حقه ان انت تكلمه في حاجة يفهمها، توضح له الحاجة أكتر، تشاركه معاك في القرار. فهي دي البوينت بتاع البرسبكتيف اللي أنا شايف إنها يعني دي ستيب 1 في فكرة البيشنت اكسبيرينس. محدش هيفهم بيشنت اكسبيرينس غير لما تبقى حتة البرسبكتيف دي واضحة، ويقدر بعد كده يبني عليها بقى أي انفو تانية يقدر ياخدها. ده كده احنا كده اتكلمنا في اكزامبل في الدومين نمبر 1. في بقى الدومين نمبر 2 الجميل اللي انا قلت لكم عليه بتاع الارقام والستاتستكس. هناخد كده اكزامبل بسيط على الدومين ده، الحاجات اللي احنا المفروض نبقى عارفينها وبيجي عليها اسئله، لازم هيجي عليها اسئله، هي الافريجز. يعني ايه افريجز؟ يعني ميجرز اوف سنترال تندنسي. يعني ايه؟ يعني متوسطات. في حاجات بنقيسها، الافريج ده انواع كتيره، المتوسط ده انواع كتير، فهي حاجات بنقيسها بتبين لنا الافريج بتاع الـ الارقام دي. تمام، في كذا نوع. اول في مين،
في ميديان وفي مود، كل دي افريجز. احنا هنبص عليهم واحده واحده كده على السريع. المين ده طبعا اشهر حاجه في الطرق اللي نقدر نحسب بيها الافريج. هو المين ده بيتحسب ازاي؟ طيب هو the sum of all values in a group divided by the number of the values in that group. ببساطة كده هو مجموع القيم مقسوم بالعدد القيم دي. تمام، هنيجي دلوقتي نبص ال اكس بار دي يعني المين اللي فوق خالص اهي، اكس بار اكس وعليها شرطة من فوق، ده المين equals ايه؟ سيجما اكس يعني مجموع القيم، سيجما دي السم، مجموع القيم على ان عدد القيم او رقم القيم. يعني ايه طيب؟ يعني احنا دلوقتي عندنا ثلاث قيم، ثلاثة values اهي، 15 18 21. يجي لك سؤال يقول لك calculate المين of 15 و18 و21، نحسبها ازاي؟ بسيطة جدا جدا جدا، سيبكوا في الإكويجن واللعبكة دي خالص. احنا هنجمع كل القيم دي على عددهم، القيم دي مجموعهم 15 plus 18 plus 21. حلو؟ عددهم بقى هما كام قيمة؟ هما ثلاثة قيم، على ثلاثة هيطلع في الآخر 18. هو ده المين بالبساطة كده. طبعا في حاجات ادفانس سنة ممكن نبقى نبص عليها، بس بنسبة كبيرة قوي عمر ما هتطلع، يعني الحاجات اللي هتجيلك عن حاجات كومبليكيتد عن كده. يعني دي يعني لو انت فاهم الفكرة ان شاء الله اسئلة المين دي هتبقى سهلة بالنسبة. هنيجي عند تاني نوع، الميديان. الميديان ده الديفينيشن بتاعه ايه؟ is the midpoint of a set of values. يعني ايه؟ يعني انت عندك مجموعة قيم مرصوصة جنب بعضها كده، انت هتدخل بالقلم كده في نصها، البوينت دي هي الميديان، يعني النقطة اللي في النص خالص، ده ميد موست بوينت في السيت اوف فاليوز دي. ازاي طيب؟ نبص اهو، calculate the median of the following values. احنا عندنا الفاليوز دي ارقام كده عشوائيه عادي، 12 30 17 6 3، يعني خمس قيم عشوائيين. عايزين نحسب الميديان بتاعهم، عايزين نحسب المتوسط بتاعهم اللي هو الميديان. نحسبه ازاي؟ احنا عايزين النقطه اللي في النص ما بين القيم دي. اول خطوه خالص قبل ما نحط القلم زي ما احنا قلنا كده على النقطه اللي في النص، احنا هنرتبه القيم دي، هنرتبها يا اما من العالي للواطي from lowest to highest، لا from highest to lowest او from lowest to highest. رتبهم كده ترتيب كده من الصغير للكبير او من الكبير للصغير، ما فرقتش. او زي ما احنا شفنا الارقام ورا كانت متلخبطه، 12 30 17 6 3، هنلاقيهم دلوقتي رتبناهم تصاعديا من الصغير للكبير او العكس، مش مشكله. ادي بقى 3 6 12 17 30، دول خمس قيم مترتبين تصاعديا كده. الميديان بتاعهم ايه؟ هنجيب القلم ونحط القلم في النقطة اللي في النص. النقطة اللي في النص دي اللي هي هتبقى فين؟ هتبقى على رقم 12. هو بالظبط مش هما خمس قيم، الرقم اللي في النص فين؟ 12، في رقمين فوقيه ورقمين تحتيه، هو الرقم اللي في النص رقم 3. فكده الميديان بتاع ال set of values دي رقم 12. بسيطة يعني الموضوع كده بسيط. سوري. طب لو احنا في الاكزامبل اللي فات ده كانوا خمس ارقام، فالخمس ارقام ده رقم فردي، خمسة، رقم خمسة ده فردي، فسهل ان احنا يبقى ليه نص. طب لو الرقم ده even، لو الرقم ده زوجي، عدد الفاليوز دي عدد القيم دي زوجي، بدل ما هم خمسة بأربعة، احنا شيلنا 30، فدلوقتي بقى القيم اللي عندنا 3 6 12 7.
هنيجي نحط القلم في النص، هنلاقي القلم محطوط ما بين رقم 6 وما بين رقم 12. طب ما احنا مش كاتبينه، سهلة. هنجيبها ازاي لو عددهم ايفن كده، 4 هم 4، ناخد الاتنين اللي في النص، القيمتين اللي في النص، التو فاليوز اللي في النص اللي هم 6 و12، نجيب المين بتاعهم. المين بتاعهم يعني ايه؟ فاكرين المين اللي احنا خدناه في الاول اللي هو مجموع القيم على عدده. هناخد القيمتين اللي في النص 6 و12 ونجمعهم على بعض، مجموعهم هيبقوا 18. عددهم كام؟ هما 2 divided by 2 equals 9. فكده 6 plus 12 على 2 9. فاحنا كده جبنا الميديان كأننا بالظبط جبنا القلم وحطيناه في نص الست دي بالظبط بين ال 6 وال 12 عند 9. فاحنا كده عرفناه. فلو السيت اوف فاليوز دي ايفن، قصدي فردية، من سهل جدا ان احنا نلاقي الرقم اللي في النص ونحطه هو ده الميديان. لكن لو ايفن زوجي، هناخد القيمتين اللي في النص ونجيب المين بتاعهم، نجيب المتوسط بتاع الاثنين دول 12 و6 على الاثنين هيدينا 9. تمام؟ آخر قيمة بقى في ال سوري آخر طريقة نحسب بيها average أو نحسب بيها متوسط. إحنا كده خدنا المين، خدنا الميديان، آخر حاجة بقى هي المود. المود ده هو إيه؟ هو الموست فريكوينت فاليو، أو بيكتبوها كده في الكتب the value that occurs most frequently، يعني القيمة اللي اتكررت أكتر عدد مرات. هي بالظبط كده الترجمة بتاعتها كده، القيمة اللي اتكررت أكتر حاجة. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي عندي إكزامبل أهو، 12 50 30 75 50 50 95. كل القيم اتكررت مرة، ما اتكررتش، ظهرت مرة واحدة بس، 12 وال30 وال75 وال95 كل دول جم مرة 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 مرة، ما عدا ايه؟ ما عدا ال50. 50 ده ظهر معانا في الجروب اوف فاليوز دي، ظهر معانا 3 مرات. فهو كده بتعريف المود هو the most frequent value أو ال value that occurs most frequently، يبقى هي ال value اللي اتكررت أكتر عدد مرات. فكده المود 50. ده أعتقد ده أسهل حاجة خالص، مش محتاجة تفكير كتير. وكمان لما ممكن ديتيلز أكتر هيبقى تعرفوا إن ممكن المود ده يبقى مش واحد بس، يعني ممكن يبقى حاجتين، ممكن يبقى التلاتة لو اتكرروا نفس عدد التكرار. يعني لو احنا مثلا ال50 دي متكررة مرتين وال75 متكررة مرتين، يبقى المود بتاعنا 50 و75. فده كده باي موديل معناه انه عنده 2 مود متكررين نفس العدد. ممكن يبقى تراي موديل، 3 سيتس من الأرقام متكررين نفس العدد، 50 50 75 75 12 12. أوكي، بس الإكزامبل اللي قدامنا ده هو الموست سيمبل واللي موضح الفكرة بالظبط، البيزك يعني هو القيمة اللي اتكررت أكتر عدد مرات 50. كده نط كده على ده ال E B C D. دي بعدها ايه؟ احنا كده دخلنا على الدومين الثالث، اوكي، اللي هو اللي احنا كنا اتكلمنا عليه اللي هو بتاع الديزاين. نرجع كده اوريكم الديزاين اند انوفيشن، ده الدومين الثالث. الاكزامبل اللي انا مديه
هو متكرر ولا ايه؟ اه الاكزامبل على الدومين الثالث هو حاجه اسمها experience based co-design E B C D، وكانت قبل كده بيكتبوها experience based design، بس هي دلوقتي اعتقد ده الترمينولوجي يعني اللي بقى دارج دلوقتي والاصح يعني. يعني ايه experience based co-design؟ معناها ان ده تكنيك او ابروتش بنستخدمه ازاي بان احنا نسمح للستاف بتاعنا العاملين بتوعنا في المكان اللي احنا شغالين فيه في المستشفى في الاورجنايزيشن هيلث كير اورجنايزيشن، العاملين مع العيانين بتوعنا انهم يتشاركوا في انهم يعملوا تصميم لسيرفيس احنا بنقدمها او بروسيس احنا بنعملها. فهو it is a technique that allows patients and staff to co-design services or care pathway. يعني هو التكنيك اللي بيخلي العيان مع الموظف اللي معايا يتشاركوا بأنهم يعملوا تصميم للخدمة اللي احنا بنقدمها. يعني احنا دلوقتي في مستشفى، مستشفى اكس، قررنا ندخل خدمه جديده، اي مثلا تخصص جديد، اي مثلا هنعمل عياده حاجه جديده. عشان طبعا الطبيعي، الفكر الطبيعي اللي كل الناس بتستخدمه، انا باجي انا صاحب المكان او مدير المكان معايا الموظفين ونقعد نديزاين السيرفيس دي، العيان هيجي كذا يعمل كذا الأول، بعد كده يحجز، بعد كده يدخل، بعد كده يخلص بيعمل فولو اب. احنا بدماغنا احنا بتفكيرنا احنا بنعمل الديزاين ده، لكن هو بقى الصح بقى ان انت مش بس انت ك اورجانيزيشن انت اللي تصمم بمزاجك بس، لا انت المفروض تدخل معاك العيان بقى، الزبون نفسه، الكاستمر نفسه، انت بتدخله معاك في البروسيس اللي بتصمم فيها الخدمة دي. يعني احنا بنعمل عيادة، احنا هنقعد احنا المدير والناس المسؤولة عن العيادة دي، ومعانا patients، معانا عيانين، معانا customer، معانا زبون. الزبون ده اللي في الآخر هو اللي هيمشي السايكل دي، هو اللي هيدخل، هو اللي هيدفع، وهو اللي هيدخل يكشف، وهو اللي هيعمل follow up، هو الشخص المتلقي للخدمة دي. اللوجيك بقى ان انت تدخله دلوقتي معاك عشان لما تيجي تعمل الديزاين يطلع في الاخر الديزاين الاكسبكتد منك، اللي العيان هيبقى مبسوط بيه، اللي العيان اثناء وهو بياخد السيرفيس دي البيشنت اكسبيرينس بتاعته تبقى كويسه، مش بس تتخيل بدماغك ان انت دماغك هي الصح ودماغ التيم بتاعك هم الصح واحنا الديزاين ده والتصميم ده هو اصح حاجة. لا، انت بتدخل العميل بتاعك عشان هو بيبقى ليه دور، بيبقى ليه حاجات انت ممكن مش متخيل انها تيجي على بالك. يقول لك لا، على فكرة احنا دايما بيبقى في مشكلة ان احنا اول ما نيجي عند الكاونتر كده ونسجل بيبقى في مشكلة ان احنا مثلا بنقعد كتير، فليه مثلا ما نعملش كذا او كذا او كذا. فتلاقي بيفكر معاك عشان في الآخر الناتج بتاعك يبقى برودكت أو سيرفيس محترمة، والإكسبيرينس بتاع العيان بتاعك يبقى فيها كويس جدا. تمام، ده كده مختصر عن الإكسبيرينس كو ديزاين، ودي برضو من الحاجات اللي بتيجي لازم يعني تلاقي في سؤال كده ولا حاجة جاي فيها. يعني الحاجات اللي أنا بوريها لكم دي كلها، دي المين والميديان والمود والاي بي سي دي والديفينيشن، دي حاجات اصلا يعني بنسبه كبيره قوي هتلاقيها جت في الامتحان يعني، وهتبقى جايه في الامتحان ان شاء الله. اخر حاجه الدومين الاخراني اللي هو كان على الليدرشيب والمانجمنت والحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، في تحتيها التشينج مانجمنت، اداره التغيير. طبعا التشينج مانجمنت دي من التوبكس الكبيره اللي ليها ميثودولوجيز كتيره، ليها طرق كتيره للتغيير واسامي كتيره،
احنا النهارده بس هنقول على واحد فيهم وهو ده الاكثر شهرة، وده برضو هكرر، ده بيجي في الامتحان، يعني كوترز 8 steps for leading change، الثمانية ستيبس بتوع كوتر بتوع التغيير دول بنسبة كبيرة بيجي الامتحان. في حاجات تانية هناخدها بعد كده إن شاء الله في الكورس ليها علاقة بالتشينج برضو والتغيير، مهمة برضو، بس بقول لكم إن كوترز ده مهم جدا. إيه بقى كوترز 8 steps for leading change؟ هو 8 خطوات قال عليهم كوتر، إن أنت لو قررت في الأورجانيزيشن بتاعتك تعمل تغيير ما، تغيير ما في أي حاجة بقى، في الكالتشر، في السيستم، في أي حاجة، أنت لازم تمر بتمانية ستيبس كده تمشي عليهم، لو مشيت عليهم صح إن شاء الله التشينج ده هيبقى ناجح. تمام؟ إيه بقى الستيبس دي سريعاً؟ أول ستيب هي create a sense of urgency، يعني تعمل حالة من الطوارئ. يعني إيه تعمل حالة من الطوارئ؟ يعني أنت دلوقتي في حاجة معينة عايز تغيرها، في فكرة جديدة عايز تقدمها، أنت لازم تخلق في المكان sense of urgency. يعني إيه sense of urgency؟ يعني قد إيه تبين للناس والموظفين اللي عندك واللي موجودين في الشركة في الاورجانيزيشن ان التغيير ده very urgent، التغيير ده مهم، التغيير ده عاجل، التغيير ده لازم ناخده. فده دي اسمها create a sense of urgency، تعمل تخلق نوع من التوتر كده ومن urgency ان الحاجة دي لازم تتعمل. اوكي، دي اول step. تاني step build a guiding coalition. يعني ايه ايه build a guiding coalition؟ يعني ايه coalition؟ طيب coalition يعني تحالف. يعني ايه بقى؟ يعني انا بعد ما عملت ال sense of urgency دي، حالة الطوارئ ان احنا محتاجين نغير اكس، نبتدي بقى ان ايه نجيب بقى نعمل تيم. انت اهم الفكرة ان انت تعمل تيم بقى، تعمل تحالف coalition، كواليشن من مين؟ ليدرز بقى، تبتدي تضم للتيم بتاعك ليدرز. الليدرز ده مش لازم يبقى اكبر مدير واكبر حاجه في كل ديبارتمنت، لا، ممكن يبقى فيه ليدرز يعني في المستويات الاقل، هما قرارهم بيحفز قرارات الاخرين. فانت تاني ستيب نعملها ان احنا نبني تحالف من الليدرز في الاورجانيزيشن بتاعتك او المستشفى بتاعتك او السنتر بتاعك، التحالف ده يبقى مؤمن بالتغيير ده، فيبقى هو اول خط كده اللي هو ايه هينشر التغيير ده. فدي اول حاجه. تاني حاجه، فاول حاجه sense of urgency، create a sense of urgency. تاني حاجه نعمل coalition، نعمل تحالف من الليدرز. تالت حاجة تعمل ايه؟ فيجن، تعمل رؤية، تعمل تكتب كده سطر سطرين انت التغيير ده هيوديك لفين، التغيير ده انت عامله ليه، فيجن. والفيجن دي بس مش هتقولها كده وانت قاعد في الميتنج كده مع المديرين، لا، انت الفيجن دي لازم تنشرها في كل حتة، تعيد وتزيد فيها كل ما تقابل حد، كل ما تحضر ميتنج، كل ما تجيبوا سيرة التشينج، لازم تتكلموا على الفيجن، الفيجن بتاع التغيير ده. احنا يا جماعة عايزين اللي احنا شايفين، الفيجن يعني الرؤية، معناها الحاجة اللي انت شايف المكان فيها، نظرة مستقبلية. تفضل تعيد وتزيد في الفيجن دي في اجتماعاتك، في مقابلاتك مع الموظفين، on all levels لازم الفيجن دي تبقى واضحة. تاني حاجة enlist a volunteer army، هي دي تكملة للي قبليها للفيجن، هي بتتقال ساعات عليها communicate الفيجن، معناه ان تبتدي ايه، انت عملت خلاص صف اول من الليدرز، تبتدي بقى تجمع حلفاء يؤمنوا بالفكرة بتاعتك، يؤمنوا بالفيجن بتاعتك، تبتدي تعمل زي ما هما قايلين a volunteer army،
يبقى احنا عندنا التيم اللي هو الكواليشن، وبعد كده عملنا فيجن، وبعد الفيجن دي ابتدينا نكوميونيكيت بقى الفيجن بقى على مستوى اكبر، فعملنا ايه؟ فعملنا ارمي. اوكي، احنا للاسف انتوا هتضطروا يعني ان شاء الله للي هيبقى معانا في الكورس واللي هيدخل الامتحان، احنا الثمانية ستيبس اوف كوتر دول لازم يتحفظوا، يتحفظوا على الاقل تبقى انت عارف ترتيبهم. بيجي سؤال هتلاقي يقول لك الفيرست ستيب اوف كوترز تشينج ليدنج تشينج ستيبس ايه، هيقعد يحط لك بقى حاجه يقول لك مثلا ان احنا نميك ا فولنتير ارمي، دي اول ستيب، فانت بقى لازم تبقى حافظ الترتيب وفاهمه. يعني هو مش معقد قوي، يعني هما 8 ستيبس مش كتار، لو قريتهم مره واتنين هتلاقي الموضوع بسيط، بس مهم قوي ان احنا نبقى عارفينهم بالترتيب، عشان هو ده دي دي ده ده الستيبس اللي هو قايلها ان احنا نمشي ستيب باي ستيب عشان نوصل لسكسسفل تشينج، لتغيير ناجح. هي دي الستيبس لازم نمشيها بالترتيب ده. فاحنا قلنا كرييت ا سنس اوف ايرجنسي، وبعدين قلنا كوليشن، وبعد تحالف، وبعد كده قلنا الفيجن، وبعد كده قلنا الارمي اللي هو بنكوميونيكيت فيه، يعني هتلاقوها مكتوبه على الويب سايتس كده. الستيب الرابعه كوميونيكيت الفيجن، يعني تنشر الفيجن بتاعتك اكتر. نيجي بقى للخطوه الخامسه fifth step enable action by removing barriers. يعني ايه بقى؟ يعني نبتدي نزيل العقبات. العقبات دي ممكن تبقى ايه بقى؟ العقبات دي ممكن تبقى حاجة في السيستم، حاجة في البروسيس، والأكبر من كده إنها تبقى ايه؟ ناس. العقبات دي ممكن يكونوا ناس. الناس دي يعني بيعملوا ايه الناس؟ عقبات ريزيستنس، من أكتر الحاجات اللي أنت أي حد بيعمل تشينج، أي حد بيعمل تغيير في مكان معروف، يقول لك في شوية ناس كده ايه؟ بتريزيست وتقاوم التغيير، هم دول أكبر عقبة تبقى موجودة، أكبر من عقبات السيستم وعقبات البروسيس وعقبات الحاجات دي. البني آدمين، حضراتكم سامعيني صح؟ البني آدمين. فبيبقى في ناس بتريزيست، أنت بقى دورك إيه بقى؟ إن أنت تحاول تقنع الناس دي، تحاول تدخلهم معاك، تحاول تفهمهم الفايدة اللي هتعود على المكان وعليهم من هذا التغيير. أو لا قدر الله بقى في الآخر بقى تريموف بقى خالص الناس دي، بس دي يعني آخر ستيب خالص، بس أهم حاجة إن أنت تحاول تقنع الناس دي، تزيل العقبات دي. بس دي الخطوة الخامسة. الخطوة السادسة generate short term wins. معناها إيه؟ انت دلوقتي عامل بلان او عامل ناوي تخطط لتغيير، التغيير ده هياخد منك عشان يتعمل سنة، وانا هفضل قاعد مخلي الناس مستنيين سنة وشغالين سنة من غير ما يشوفوا خالص علامات. هتبقى اولا بتبقى ساعات الناس هي مش شايفة حاجة ملموسة، حتى الناس المؤمنة بيك ممكن يبقوا disappointed، يبقوا خائبي الامل كده، يبتدوا ممكن اقتناعهم ده يقل. فانت محتاج تعمل ايه بقى؟ تعمل شورت تيرم وينز، تعمل فوز قريب، فوز سريع، فتعمل كده بروجيكتس معينه في الستبس للتغيير ده، بروجيكتس الناس تشوفها، الناس تحسها، بدل ما استنى سنه، لا انا بعد شهر هيشوفوا حاجه كويسه، هتبتدي ايه تندع زي ما بيقولوا يعني، فتبتدي تشوف النجاح ده. فبالعكس الناس بقى يبتدوا اللي مؤمن بيك إيمانه يزيد، الناس اللي كانت متشككة تبتدي إيه؟ تبتدي تقول إيه ده؟ طب ما هو في بروجكت نجح أهو، ده الموضوع طلع فعلا ملموس، فيبتدوا يحسوا بيه، بدل ما يضطروا يستنوا سنة أو أكتر أو حسب بقى المدة. يعني أنت شورت تيرم واللونج تيرم دي طبعا مختلفة من مكان لمكان، بس المقصود ان انا مش لازم استنى لاخر الخط خالص عشان ابتدي اشوف دلالات على النجاح. شورت تيرم وينز هو ده الحل، شورت تيرم وينز.
sustain acceleration، او برضو مكتوبة في اماكن هتلاقيها مكتوبة ان انت ايه، تبني على change او على النجاح. فانت عملت ايه في الخطوة اللي قبلها؟ قلنا عملنا short term wins، عملنا project، عملنا change صغير، عملنا successful project صغير، نبتدي بقى ايه نبني عليه project تاني ناجح برضه، نبني عليه project تاني، نبني عليه project رابع. ما توقفش التشينج، ما توقفش السايكل بتاعت النجاح بتاعت التغيير. انت طول ما بتطلع حاجة بتبان، فخلاص خلصتها، طلع اللي بعديها، طلع اللي بعديها، طلع اللي بعديها، عشان الناس تحس بالتغيير، ويفضل التغيير ده مستمر مستمر لغاية في الآخر ما توصل للجول بتاعك، للفيجن بتاعتك. فدي الخطوة اللي قبل الأخيرة. آخر حاجة بقى institute change. معناها إيه institute change بقى؟ معناها بقى إن إحنا عملنا تغيير، إحنا محتاجين نرسخ هذا التغيير. يعني إيه نرسخ هذا التغيير؟ يعني يبقى خلاص جزء منك بقى. التغيير ده ما بقاش بقى حاجة جديدة، ده بقى في حياتنا اليومية. ده التغيير في الكالتشر ده بقى حاجة fixed، موجودة، بنشوفها كل يوم في الكالتشر، بنشوفها كل يوم في الشغل. الناس القديمة نأكد عليهم التشينج ده، نأكد عليهم على الحاجة اللي احنا غيرناها دي. الناس الجديدة احنا عيننا مثلا، احنا خلاص احنا عملنا تشينج، عملنا تغيير في المؤسسة، عملنا تغيير في المستشفى، والناس اللي معانا عرفوه خلاص وكده. طب ما انت بتعين ناس جداد، انت كل يوم بتعين ناس جديدة. الناس الجديدة دي بقى من أول ما تيجي بقى يبقى جزء بقى من الأورينتيشن بتاعهم، جزء من التريننج بتاعهم، يبقوا فاهمين الحاجة الجديدة دي على طول. أنت مش هتعيد السايكل تاني من الأول بقى، لا، ده يدخلوا فاهمين إن ده جزء. لو في حاجة مثلا التغيير اللي إحنا عاملينه ده له علاقة بكالتشر المكان، بثقافة المكان، لا، هما الجديد ده إن هو لسه جاي يعرف إن الكالتشر المكان عاملة كده من قبل ما يتعين كمان. هو يبقى فاهم إن ده جزء من كالتشر المكان. حاجة محتاجة تريننج، أول ما يدخل يبقى تريند عليها. فبكده أنت بتفضل بتسستين بقى التشينج، وتفضل مخلي التشينج ده معانا على طول. الناس القديمة، الناس الجديدة، المكان بقى جزء من الأورجانيزيشن بتاعتك. التغيير ده تخليه جزء من الأورجانيزيشن بتاعتك. فدول الإيت ستيبس. فإحنا كده إيه الإيت ستيبس؟ create a sense of urgency, build a guiding coalition، بعد كده نعمل vision، بعد كده نعمل army أو communicate ال vision، نكوميونيكيت ال vision، بعد كده نشيل العقبات removing barriers، بعد كده نعمل short term wins، نجاحات كده قصيرة المدى، أو يعني الواحد يكسب كده حاجات، مشاريع قصيرة المدى، وبعد كده نسستين الاكسلريشن، ندوس بنزين اكتر، نفضل نسيب بنزين، نبني على التغيير، نبني على النجاح الاولاني، وبعد كده في الاخر نخلي التشينج ده جزء منا، جزء من الناس، جزء من الاورجانيزيشن، جزء من اي حد يجي جديد عندنا في الاورجانيزيشن. دول الايت ستيبس مهمين، من اهم. في بعد كده ان شاء الله لو خدنا الكورس ان شاء الله هيبقى في حاجات تشينج تانية، يعني بوينتس تانية ليها علاقة بالتشينج، بس كتر من اهم الحاجات. حتى هي موجودة في حتى تلاقيها في الريفرنس ليست اللي احنا شفناها، اللي هي الكتب دي، كتاب بتاع كتر اللي هو ليدنج تشينج. ليدنج تشينج ده كان بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن 8 خطوات بتاعة التشينج اللي احنا قلناهم دول. فتخيل لما يكون من مثلا 8 كتب، هو في كتاب منهم عندها، فده مهم جدا جدا جدا. بس كده احنا كده النهارده نعيد. بس احنا اتكلمنا في ايه؟ احنا اتكلمنا عن الامتحان، اتكلمنا عن الامتحان ده عبارة عن ايه؟ 135 سؤال، هندفع فيهم قد ايه، هنمتحن ازاي، هنمتحن اونلاين، هن بريبير ازاي، عندنا دومينز مختلفة، عندنا ريسورسز مختلفة، عندنا هاند بوك ونقراه قبل ما نبتدي نقدم.
بعديها اتكلمنا بقى على الاربع دومينز اللي احنا بنمتحن فيهم، وادينا اكزامبل عن كل حاجه فيهم. ادينا اكزامبل على اول حاجه الفيرست دومين ديفينيشن بتاع بيرل انستيتيوت بتاع البيشنت اكسبيرينس، اتكلمنا عن البرسبكتيف المنظور، وبعدين اتكلمنا عن الاستاتستكس بقى في الدومين التاني والارقام، المين الميديان المود، وبعد كده اتكلمنا على الكو ديزاين اكسبيرينس بيست كو ديزاين، وبعد كده اتكلمنا عن باترنز 8 ستيبس اوف تشينج. صح كده، دي كلها عينات من الحاجات ان شاء الله اللي حضراتكم هتاخدوها لو بقيتوا معانا ان شاء الله في الكورس. دي عينات منها. الحاجات مش صعبة، بالفهم ان شاء الله تبقى كويسة. في حاجات لذيذة، قليل قوي الحاجات الرخمة، يعني مش هتلاقي حاجات رخمة قوي يعني، بس بصفة عامة هي هتضيف لكم من غير امتحان من غير حاجة. هي لو حضرتك بتتعامل مع عيان في شغلك، ان كونتاكت مع عيانين، حتة البيشنت اكسبيرينس بتاعتك دي بالنسبة لك البيشنت اكسبيرينس دي مهمة، لا الكورس ده هيضيف لك حتى لو ما دخلتش الامتحان. هتحس ان انت فيه لا معلومات جديدة، هتبص للحاجة بطريقة مختلفة شوية. بس انا مبسوط اني كنت مع حضراتكم النهاردة، ودي كانت الريفرنسز، وشكرا ليكم، ويا رب اكون يعني ايه وصلت المعلومة اللي حضراتكم كنتوا متخيلينها يعني، والاكسبكتيشنز بتاعتكم تبقى لقيتوها يعني في المحاضرة دي. ويعني لو حضراتكم محتاجين أي حاجة أي سؤال أنا مع حضراتكم. السلام عليكم، وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ أهلا وسهلا. الله يخليك. معاك عبد الحميد، انا شغال في مركز دكتور مجدي يعقوب اسوان في قسم اللي له علاقه بالبيشنت اكسبيرينس والبيشنت ريليشن وكده. يعني أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. فانا كان عندي بس كام سؤال لو حضرتك تسمح. اوكي اتفضل. تمام. هو مثلا بعد كل دومين هيبقى في مثلا assignment أو حاجة زي كده مثلا بعد كل دومين؟ انا هبقى عامل اسئله، يعني انا عامل اسئله ممكن نحلها مع بعض، يعني هيبقى في اخر كل محاضره كده، هيبقى هبقى مجمع كده، عامل انا على الحاجات اللي احنا خدناها، هبقى عامل اسئله ام سي كيو عشان نوعا ما تشابه يعني الامتحان. يعني هتلاقي على كل توبيك كده صغير هتلاقي سؤال اتنين سؤال اتنين سؤال اتنين، فتلاقي على اخر المحاضرة في تجميعة اسئلة كده هتخليك يعني ايه شايف المعلومة دي موجودة على شكل سؤال ازاي. وممكن نبقى نعمل يعني ممكن مش كل الحاجات دي تبقى محلولة، ممكن نبقى نخلي جزء منها مثلا مش محلول لو انتوا شايفين كده احسن، ويبقى assignment يعني ما فيهاش مشكلة دي. ويبقى في موك في الآخر الكورس خالص مثلا عن الامتحان مثلا كامتحان يعني حاجة شبيهة ليه؟ هو مش هيبقى موك، هو الامتحان ام سي كيو 135 سؤال، فاحنا هيبقى اي اسئلة بنحلها هو ده تقريبا زي الموك كده، يعني انت مش ما يعني هو مش ه... مش ه... مش ه... ما فيهوش حاجة مختلفة. 135 سؤال ام سي كيو، في اخر محاضره زي ذات الموقف. نبقى نجمع كل يا فندم. لا تمام مع حضرتك. حضرتك بتقولي زي ايه؟ كنت حضرتك بتقولي زي لا حاجه. لا لا مع حضرتك، لا أنا سامع حضرتك. فاحنا في الاخر ممكن نبقى نجمع الاسئله كده، ولو في اسئله زياده انا هحطها واعملها ونبقى نحلها مع بعض برضو كانها موك، زي الحاجات اللي بيحطوها في كورسز كده، تلاقي مثلا مجمع لك 30 سؤال 40 سؤال، هو ده اللي انت زي بنك هتمتحن أسئلة كده مثلا. بالظبط. نجمع كل الاسئله اللي احنا حليناها مع اسئله مثلا لو انا عملت اسئله جديده ونبقى نحلها مع بعض. الامتحان بيبقى جزء كبير منه من الحاجات اللي احنا ان شاء الله خدناها، وجزء بيعتمد نوعا ما على الفهم وفهم السيتويشن اللي فيه السؤال ده، ومع مع الكورس اللي حضرتك حاضره فانت عندك نوليدج معينه تقدر تفكر بقى في الاسئله دي وانت بتحلها. هو مش صعب، الامتحان مش صعب، يعني انا يعني دخلت الامتحان ما يتقالش عليه امتحان صعب، يتقال عليه يعني متوسط، في اسئله سهله كتير وفي اسئله متوسطه
هي دي بس اللي بيبقى فيها حاجات ليها تريكس كده يعني، لكن بصفة عامة هو امتحان لطيف جدا والنولج بتاعته كويسة جدا، ونسبة النجاح زي ما قلت لحضراتكم في السبعينات، يعني نسبة يعني أكتر من تلات أرباع الناس اللي بتدخل الامتحان بتنجح، ربع بس اللي ما بينجحش أو أقل. وانت محتاج ان انت تنجح في 60% من حاجة و60% اعتقد من الأسئلة، فدي حاجة مش وحشة. اعتقد من ال 35 من 135 سؤال، اعتقد حاجة و60% دول هيبقوا تقريبا 85 سؤال على ما حلو اعتقد جدا. الرقم يعني. فانت محتاج ان انت تحل تقريبا 85 سؤال صح من ال 135 سؤال. شكرا فإن شاء الله جدا. كده، إن شاء الله كده يعني فكروا كده. المفروض إن إحنا الامتحان الجاي هيبقى أكتوبر الجاي، أوكي؟ إحنا إن شاء الله الكورس ده هوفلي كده ممكن يبقى كمان ممكن على أول 8، يبقى لو هيبقى 6 محاضرات كده هيبقى نخلص على نص 8، على نص 9 سوري، ويبقى في قدامنا 2 أسبوع على بداية الامتحانات، وممكن كمان لو انت حاجز امتحانك في الاخر خالص هيبقى قدامك شهر ونص على اخر على الامتحان، يعني على حسب من 2 أسبوع لشهر ونص ما بين الكورس والامتحان بتاعك. ممكن تعيد بقى تقرا المحاضرات تاني، تبص على اسئله، عايز حاجات تسيرش عليها اونلاين، يعني الحاجات كده اللطيفه ان انت بقى عندك فضول شويه، يعني حاجة معينة كده فجأة عجبتك أو توبيك معين ممكن تسيرش كده اكسترا كده مايل، يعني تاخد الاكسترا مايل وتسيرش عليه كده اونلاين كده، تبص عليه كاتبين ايه ديتيلز اكتر، فدي فور يور انفو يعني. بس فان شاء الله يعني اللي يبقى معانا اهلا وسهلا، واللي مش هيبقى معانا برضو اهلا وسهلا وبالتوفيق، وان شاء الله كده هنعلن عن الكورس بقى ميعاده بالظبط امتى، هنبقى نقول لكم ان شاء الله. اي اسئله تانية عند حضراتكم؟ كنت السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت عايز لحضرتك يعني ايه الاستفادة من الشهادة، او هي ممكن يعني تفيدنا في مجال العمل ازاي؟ انت الشهاده دي Certified Patient Experience Professional، انت شخص متخصص في البيشنت اكسبيرينس. انت لو انت اوريدي شغال في حاجه ليها علاقه بالعيانين، كاست بيشنت ريليشنز، انت دكتور، انت ممرض، انت بتتعامل مع عيانين، فانت استفدت علميا ان انت تعرف تتعامل مع في وظيفتك، تبقى شاطر في وظيفتك. تاني حاجه هي الميزه انها كمان سي بي اكس بي مش منتشره هنا في مصر خالص، يعني انت لو دورت على حد هنا في مصر واخدها يمكن ما تلاقيش كتير او ما تلاقيش. يعني انا لما كنت داخلها انا مش فاكر ان انا كنت اعرف حد او شفت حد كان واخدها، فهي حاجة جديدة مفيدة علميا وكشهادة حاجة كويسة، حاجة مكان معترف بيه جدا وهيئة معتمدة للبيشنت اكسبيرينس، زي كده ما بدأ السي بي اتش كيو بتاع كواليتي، اكيد ممكن حضراتكم هتبقوا مألوفين يعني عارفين السي بي اتش كيو لو في حد في الهيلث كير، يعني ده برضو حاجه شهاده ليها علاقه بالكواليتي، ونفس فكره الامتحان بتاعها بالظبط بتاع السي بي اكس بي اللي هي الام سي كيو كل حاجه، بس هي متخصصه ليها علاقه بجوده الرعايه الصحيه. فدي بقت دلوقتي شوف بقى كل كتير جدا 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 من اللي بيشتغلوا في الكواليتي ومش بيشتغلوا في الكواليتي بقى معاهم السي بي اتش كيو دي، فدي هتبقى السي بي اكس بي دي هتبقى الحاجة المستقبلية دلوقتي، يعني انا شايف انها كده، يعني ده رأيي، يعني انها هتبقى مهمة ليك علميا ومهمة ان انت تبقى معاك الشهادة دي تقدم في حاجة، تبقى معاك شهادة مش شهادة وخلاص، لا شهادة مفيدة ليك وتفيدك في شغلك. تمام، شكرا جزيلا. عفوا بصراحة محاضرة قوية جدا وممتعة للغاية. بصراحة والله المجال نفسه اتشرفنا، كويس جدا ما شاء الله. اتشرفنا بحضراتكم يا فندم طيب والله لو سمحت يعني. يا دكتور، هو أنا لو أخدت الشهادة بتاعة ال patient experience
يعني ده هل ليها مسمى وظيفي في مصر، ولا نقدم على وظيفة ايه، ولا هستفيد منها ازاي في مجال العمل عموما يعني؟ لحضرتك هي ممكن تبقى الشهادة دي ملهاش علاقة بالمسمى الوظيفي بتاع حضرتك زي ما قلت، أو زي ما في أماكن كتير بره دلوقتي وبقى هنا في مصر يعني، بس مش بالحرفية قوي بتاعت سي بي اكس بي يعني. يعني في وظائف كتير دلوقتي patient experience manager، patient experience director، chief patient experience officer. يعني هتلاقي لو حضراتكم بصيتوا أكتر هتلاقيها هنا في مصر في، بس هي قلب علاقات عامة أكتر، قلب علاقات مرضى أكتر، مش patient experience بالمعنى الحقيقي يعني. لكن هتلاقوا patient experience موجودة في دول الخليج، في السعودية، في الإمارات، هتلاقوا ناس معاها الشهادة دي، وهتلاقوا ناس شغالة بالمسميات دي. يعني هتلاقوا المسمى بتاع patient experience، يعني انتوا لو دخلتوا على لينكد ان كده جابتوا patient experience هتلاقوا في وظائف موجودة هنا وبره بتبدأ ب patient experience، patient experience manager، patient experience director زي ما قلت لحضراتكم. فهتلاقوا فكوظيفة هي تساعدك انك توصلي للوظيفة دي، ولو وصلتي للوظيفة دي هتبقى انت شخص فاهم يعني. فهي هتجمع الاتنين يعني knowledge وال كمان انها تساعدك على الوظيفة اللي انت مقدمة لها. بس hopefully في مصر تبقى اكتر لما مثلا حضراتكم تبتدوا الناس تبتدي تمتحن. يعني بقول لحضراتكم يعني انا ما اعرفش حد امتحن، يعني انا شخصيا ما اعرفش حد دخل الامتحان ده. لكن اعتقد لما بشوف على لينكد ان بيبتدي ناس بقى بشوفهم بس اكتر شغالين بره مصر. فاحنا بالعكس ده كده دي حاجه كويسه ان حضراتكم تبتدوا تبقوا لاين جديد، ناس بتمتحن الامتحان ده وناس بتنجح فيه وتبقوا مطلوبين. بس أي أسئلة تانية يا جماعة؟ اه معلش انا عندي سؤال، هي الشهادة هل ليها اكسبيريشن معين او مدة معينة ولا لا؟ سؤال مهم وانا المفروض كنت اقول حقيقي. هو الاكسبيريشن بيبقى سيرتيفيكيشن ده لمدة 3 سنين، زي وزي اعتقد اللي هي الحاجات المعتمدة بتاع بره زي السي بي اتش كيو برضو، اعتقد بيبقى صلاحيته 3 سنين، وقبل ما ال3 سنين دي بتخلص بيحتاجي تعملي ري سيرتيفيكيشن. دي بتبقى بيقول لك ان انت المفروض تحضري عدد ساعات معينه ريليتد، عدد ساعات continuing education يعني. يقول لك بقى تحضري ويبينارز، تحضري كورسز، تحضري حاجات معينه بحيث تجمعي عدد الساعات المعينه دي وتقدري تقدمي على الري سيرتيفيكيشن. فتقدمي ساعتها بتدفعي فيه، مش هتمتحني بقى تاني، مش هتمتحني تاني لو انت مقدمه في الوقت الصح، مش هتمتحني تاني. انت بتدفعي فيز، الفيز اقل، الفيز اعتقد بتاعت الري سيرتيفيكيشن هتبقى $275 كل 3 سنين، وبيعوزوا اعتقد 30 ساعه continuing education. وبس يعني continuing education دي ليها تقسيمه كده كبيره على الويب سايت بتاعتهم، في حاجات approved بيبقى مفتوحه، في حاجات لو مش approved بيبقى ليها maximum 10 ساعات. فتلاقي في الاخر هم ليهم التوتال ان انت تجمعي 30 ساعه دي وتدفعي الفيز بتاع الريسيرتيفيكيشن، وقتها خلاص بتتجدد لك تاني من غير امتحان تاني، وبتقعد معاكي 3 سنين كمان. لو حضرتك فاتك ميعاد التقديم ده اعتقد ساعات بيبقى فيه كده سماح، فتره سماح تكملي فيه حاجاتك وتدفعي غرامه صغيره، او لو عدى منك خالص اعتقد بتحتاجي انك تمتحني تاني. بس ان شاء الله احنا كلنا مش عايزين نمتحن تاني يعني. يعني نبقى وقتها بقى ان الواحد يجهز نفسه من قبليها في الحاجات اللي هم محتاجينها، في الكريدت اورز دي اللي هم محتاجينها، والواحد يبقى مظبطها ويدفع الفيز ويجدد 3 سنين كمان. بس النقطة دي مهمة وأنا كنت المفروض أقولها الحقيقة في أول المحاضرة. طب معلش عندي سؤال تاني، هو regarding حتة ان هو بيطلب 3 years experience، هو يعني هل بياخد بكلامي بيصدقني لما بقوله كده، ولا بيحتاج اي documentation من أنا مثلا ساعات المكان اللي انا شغالة فيه او كده؟ بعت لهم السي في بتاعي بس. يعني أنا تمام ساعتها بعت السي في، وبعد كده بيجي لك يقول لك خلاص أنت أوكي، وبعد كده بتدفعي فلوس. فأنت بتبعتي السي في، وطبعا كل ما تبعتوا يعني تحاولوا من بدري عشان ايه البروسيس تمشي مظبوط، وعشان لو في حاجه محتاجه تتظبط
تبقى تبعتوه من بدري بدري. بس معتقد يعني اعتقد لو انت في السي في بتاعك حاجه ريليتد للعيانين 3 سنين دي، ما اعتقدش انهم يعني ايه معقدين قوي. يعني انا السي في بتاعي كان مكتوب فيه حاجات ومن غير الديتيلز، الديتيلز يعني كان مكتوب فيه الحاجات دي وابروفد، يعني كانت ابروفد كده، وهما بيبعت لك الابروفل، بعد كده بقى بتكملي اجراءات التقديم. تمام، أوكي، شكرا يا دكتور. أي أسئلة تانية يا جماعة؟ تمام، شكرا ليكم، وإن شاء الله كده أول ما ميعاد الكورس يتحدد إن شاء الله نبقى نبلغ حضراتكم، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور كريم، بشكر كل الزملاء اللي حضروا معانا، وبشكر دكتور كريم طبعا، محاضرة مميزة جدا. كل الزملاء اللي بيسألوا على تفاصيل كورس البيشن اكسبيرينس، استأذن حضراتكم للتواصل على رقم الواتساب اللي بينزل لحضراتكم على الشات في الإعلانات. طبعا دكتور كريم إن شاء الله هيكون معانا في كورس البيشن اكسبيرينس، فأي حد من الزملاء حابب إنه يعرف تفاصيل الكورس، سواء كان الموعد، البداية، السعر، فضلا نتواصل على رقم الواتساب اللي بينزل حضراتكم على الشاشة.